السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك عبد السلام، فرقة تالتة، زميلك في الكلية. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير جميعا. هنتكلم النهاردة إن شاء الله يعني في المحاضرة بعنوان الإبشتاين بار فيروس وبارفو فيروس. تمام. عرفت منين بقى حوار الإبشتاين بار فيروس ده؟ والله هو أنت دكتور في عيادتك وجالك مريض بيشتكي من ارتفاع في درجة حرارته ووجع في زور اللي هو فيفر وسور ثروت، وانت دكتور شاطر بقى، ففي الاكزامينيشنز عملت ايه؟ جيت تشوف تجس كده الليمف نودز بتاعت السيرفايكل الاكزيلري، لقيت في ليمف ادينوبوسي، في تضخم بسيط كده في الليمف نودز. فانت برضو دكتور شاطر، مش هتديله بقى ايه انتي بايوتكس بقى وعشان موضوع الانتي ميكروب ريزيستنس وكده، لا لازم تدي حاجه سبيسيفيك. فقلت تعمل سي بي سي. فما عملت السي بي سي طلع ان هو عنده ليمفوسايتوز. فانت الدرايات دوت اللي هو سور ثروت وفيفر وليمفوسايتوز بالذات لما يكون موجود مع واحد يونج، ده انت كده يعني ده هايلي سيجستيف لايه اللي حوار الانشتاين باور فيروس ده. بس ده كده مقدمة بسيطة عن الموضوع بتاع النهاردة، وان شاء الله يكون خفيف ونكمله على خير. تمام. بسم الله. هنتكلم في 4 حاجات عن إبشتاين بار فيروس: الفاميلي والجنرال كاركترز والديزيز والكلينيكال بيكتشر بتاعته والدايجنوز. الدايجنوز هنطول فيه شوية. يعني الإبشتاين بار فيروس والبارفو فيروس العيلة بتاعتهم بقى ايه؟ هما من عيلة اسمها الهربس، هربس فيروس فاميلي. تمام. العيلة دي كبيرة قوي وليها مميزات وليها عيوب. مميزاتها ان هي تستجيب الحمد لله بسرعة للانتي فيرال كيموثيرابي، لكن من عيوبها ان هي بتعمل حاجه اسمها ليتنت انفكشن. ايه بقى يا سيدي الليتنت انفكشن ده؟ ليتنت انفكشن هو بعد ما المريض مثلا يجيله الفيروس ويظهر الاعراض ويروح للدكتور وياخد دواء ويخف والحمد لله، الفيروس مش بيمشي، لا ابسولوتلي خالص، ده بيقعد في مكان بقى على حسب الفيروس ده، يا اما يقعد في نيرف، يا اما يقعد في ليمف نود، يا اما يقعد في سليفر جلاند. دي الاماكن يعني الفيروس بيحبها فبيروح يقعد فيها. وبعد كده اما الظروف تبقى احسن، يعني مثلا يقل مناعتك تضغط كورتيزون بنسبه كبيره او يقل مناعتك لاي سبب من الاسباب، الفيروس ده يرجع يعمل تاني انفكشن ويظهر لك السيمتومز دي تاني. فده معنى كلمه ليتنت انفكشن. تمام. نيجي بقى الجنرال كاركتر بتاعتها، ان هو الانشتاين بار فيروس دوت انفلوب دبل ستراند دي بي ان اي فيروس ويز كيبيكال كابسيد، والانفلوب ده درايف فروم نيوكليير ميمبرين اوف هوست سيل. الانفلوب ده يعني ناتج من او الفيروس اخده من النيوكلير ميمبرين بتاع الهوست اللي هو دخله ده، وهو فيري سنسيتيف تو هيت. فده احنا بنستفيد منه مثلا ان احنا لو عايزين مثلا نعمل فاكسينز او حاجه ممكن نعرض درجه حراره كبيره علشان نعمل فاكسين. من ضمن برضو الحاجات اللي هو الجنرال كاركترز بتاعته ان هو بروديوس لارج اسيدوفيليك انتراسيلولار انكلوجن بودز. دي برضو نقطة عن حوار العيلة بتاعتهم اللي هي الهربس فيروس فاميلي. ليها 3 حاجات: يا اما الفا هربس فيروس، يا اما بيتا هربس فيروس، يا اما جاما هربس فيروس. لو هتلاحظوا انه مكتوب يعني في الالفا مكتوب في بين قوسين نيوروتروبيك فيروس، لكن البيتا مكتوب بين قوسين سليفري جلاند انكلوجن فيروس، الجاما ليمفوتروبيك فيروس. دول الاماكن اللي الفيروس بعد مثلا ما بناخد العلاج وكده بيروح يقعد فيها عشان يعمل ليتنت انفكشن. في الالفا بيروح يقعد في النيرف، في البيتا بيروح يقعد في السليفري، في الجاما بيروح يقعد في الليمف نود. تمام. مين هم بقى الالفا هيربس فيروس؟ موجود فيهم 3 حاجات: هيربس سيمبلكس فيروس تايب 1 وهيربس سيمبلكس فيروس تايب 2 وفارزيلا زوستر فيروس. مين بقى البيتا؟ البيتا سيتوميجالو فيروس وهيومن هيربس فيروس 6 وهيومن هيربس فيروس 7. الجاما بقى هما 2 بس اللي موضوعنا هنتكلم عنهم النهارده اللي هو الإبشتاين بار فيروس وهيومن هيربس فيروس 8. تمام. النقطة دي السلايد دي ممكن يجي فيها كام سؤال كده، يعني يقول لك مثلا البيتا هيربس which one of the following is beta herpes virus، ويقول لك مثلا herpes simplex virus 1 وفيروسيلوس فيروس وإبشتاين بار فيروس وسيتوميجالو فيروس، فانت تعرف ان هو سيتوميجالو فيروس. تمام. نبدأ بقى في حوار الإبشتاين بار فيروس ده. بسم الله. الإبشتاين بار فيروس ده ليه 3 أسماء تانيين: جلاندولار فيفر وانفكشوس مونونيكليوزز وكيسنج ديزيز، وهنعرف سبب تسمية كل واحدة من دول. تمام. الباثوجينيسيس بتاعه بقى بيقولك الإبشتاين بار فيروس ده بيتنقل بالسلايفا،
وبينفكت البي ليمفوسايتس، تمام. والعدوى بتبدأ منين؟ بتبدأ من الاورو فارينكس. حلو. احنا هنقول كده الكلام مع هنقول كده الكلام مع عمي وبعد كده نقرأ الاستاذ مع بعض. بعدين الابنشتون بارو فيروس دوت بيفضل موجود في الليمفوسايت، لكن ايه اللي بيظهر؟ الابنشتون بار نيوكليير انتيجين. فده يخلي استجابة من بيخلي الاستجابة تحصل ان التي ليمفوسايتس تظهر اتيبيكال تي ليمفوسايتس في البريفيرال بلاد، تمام. فبيقول لك نجد ان الابنشتون بار فيروس ليه اسماء تانية، نعيد تاني السلايد، اللي هو الجلاندولا فيفر انفكشوس مونونيوكليوزز وكيزن ديزيز. الباثوجينيسيس ان الابنشتون بار فيروس از ترانسميت باي سلايفا، ان هو بيتنقل بالسلايفا. والانفكشن ستارت ان اوروفارينكس، العدوى بتبتدي في الاوروفارينكس، والفيروس بينفكت ايه؟ البي ليمفوسايتس. خدوا بالكم من حاجه، ان انا عامل الحاجات المهمه بالاحمر عشان ايه؟ عشان انت مثلا ممكن تحفظ الباثوجينيسيس ان هو اللي بيحصل اتيبيكال تي ليمفوسايتس وبيأكتيفيت تي ليمفوسايتس وبيظهر الابنشتاين بار نيوكليير انتيجين. بس لو سألك يعني مثلا لو جالك سؤال اللي هو الفيروس انفكت مثلا تي ليمفوسايتس بي ليمفوسايتس مونوسايتس، لا، البي ليمفوسايتس، تمام. دي مهمه عشان كده عملنا بلحمه. بعد كده بيقول لك الفيروس remain latent in lymphocytes but viral nuclear antigen are expressed leading to rejection of the cells by activated T lymphocytes and appearance of atypical T lymphocytes in peripheral blood. بيقول لك ان هو يعني اللي بنشتغل بار نيوكليير انتيجين ده بتظهر، ف T lymphocytes بتعمل لها rejection، فده يخلي ايه؟ يخلي دي يغير شكل T lymphocytes شويه ويخليها تظهر في peripheral blood. دي كويك نوتس كده بسيطه. بيقول لك ان الانكبيشن بيريد بتاعه الفيروس من 4 ل 20 يوم، وترياد اللي هو اللي احنا قلناه في اول الفيديو خالص اللي هو السورس روت والفيفر والليمفيدينوبسي سبيشال سيرفايكال واكزيلاري ليمف نودز ان يونج ادلت. ان يونج ادلت دي مهمه جدا. لو دخل معاهم الليمفوسايتوزز ده هايلي سجستيف لايه؟ للابنشتاين بار فيروس. والابنشتاين بار فيروس اسوشيتد مع تو تايبس اوف كارسينوما، اللي هو بيركت ليمفوما ونيوزوفارينجيال كارسينوما، تمام. اقرا لكم برضو السلايد دي تاني بسرعه، اللي هو انكيبيشن بيريد من 24 يوم، الترياد اللي هو سورس روت وفيفر والليمفيدينوبسي. الليمفيدينوبسي سبيشالي في السيرفايكال الاكزيلري لو في يانج ادلت واكومبانيد باي ليمفوسايتوزيس ده هايلي سيجيتيف فور ايه؟ ابنشتاين بار فيروس. والابنشتاين بار فيروس اسوشيتد مع مين؟ اسوشيتد مع البيركت ليمفوما والنيوزوفارينجيال كارسينوما، تمام. احنا خلصنا جزء كبير جدا من المحاضره، لسه بس الدايجنوزز بتاع الانفكشن بتاع فيروس. قلنا الدايجنوزز حاجه من اتنين، يا هيماتولوجيكال يا سيرولوجي. الهيماتولوجيكال دايجنوز ده بندور ايه المختلف في خلايا الدم، تمام. لكن السيرولوجي بندور على الانتي بودي او على الفيروس او الدي ان ايه او الدي ان ايه بتاع الفيروس. حلو. فاحنا ان شاء الله نبدا بايه؟ بالهيماتولوجيكال كرايتيريا. بيقول لك ان بعد كام يوم من المرض بيحصل ايه؟ بيحصل ليوكيمنيا، يعني انخفاض في عدد الخلايا الليمفوسايت. وبعدين اللي بيحصل هجمه مرتده كده وجهاز المناعه يتهبل ويحصل ليمفوسايتوز، تمام. بيقول لك ان احنا لو عملنا فيلم للبلاد ده هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ لارج اتيبيكال تي ليمفوسايت مع مونونيوكليار سيلز اللي هي جلندرال فيفر سيلز. عشان كده اتسمى المرض ايه؟ بالجلندرال فيفر. نقرا كده السلايد دي مع بعض تاني. بيقول لك during the first few weeks or the few days of the disease there is a leukemia followed by leukocytosis up to 25,000. حلو. الفيلم شو absolute lymphocytosis with presence of large atypical lymphocytes and mononuclear cells. بيقول لك ان اللي عملنا فيلم هيبقى في خلايا مناعيه كتيره جدا، وبعدين ويظهر معاه ايه؟ التيبيكال خلايا الليمفوسايتس غريبه، اتيبيكال يعني مش تيبيكال، ومونو نيوكليار سيلز. قلنا عشان كده اتسمى المرض ايه؟ جلاندولار فيفر سيلز. نيجي بقى للسيرولوجي، وده دي برضو مهمه جدا. يعني السيرولوجي ليه اربع طرق: ديتكشن اوف هيتروفيل انتي بودي، اميون اثير، والابنشتاين سبيسيفيك سيرولوجي، والفيروس ايسوليشن، والدي ان ايه هايبريديزيشن، تمام. نيجي للديتكشن اوف هيتروفيل انتي بودي. ده بيتم عن طريق ثلاث حاجات: البول بانل تيست، والاميون اديرنس هيم اجلوتينيشن تيست، والاكسل هيموليسيس. ايه بقى الهيتروفيل انتي بودي دي اساسا؟ دي انتي بودي ضعيفه،
بتنتج ضد الانتيجين اللي لسه الجسم مش عارف يميزه، تمام؟ فهي ويك انتيبوديز بروديوسد اجينست البولي ديفايند انتيجينز. دي مش موجوده في المحاضره بس انا بقول لك كده عشان تفهم. بس فبول بانل ده عباره عن ايه؟ اما يكون مريض عنده ايبنشتاين بار فيروس، لو اخدنا الار بي سي بتاعته او السيروم بتاعه وحطيناهم مع ار بي سي بتاعه الشيب، بنلاقي بيحصل بتتكسر او بيحصل اجلوتينيشن. فهي دي فكرته بس، تمام؟ فلكن الهيتروفيل انتي بوديز دي مش سبيسيفيك للحوار الايبنشتاين بار فيروس. يعني مثلا ممكن تظهر في كذا حاجه تانية، ممكن تظهر في حوار الروماتيك فيفر، بس احنا ليه بنعملها؟ عشان سريعه بس، لا اكتر ولا اقل، عشان يعني في حالات معينه لازم نتحرك بسرعه. ف ديتكشن في حوار الهيتروفيل انتي بودي دوت بالبول بانل تيست ده ليس سبيسيفيك، والاميون ادهيرنس هيماجلوتينيشن تيست والاوكسيسيل هيموليزيس تيست دول مور سبيسيفيك يعني عن البول بانل تيست، تمام؟ بعد كده بقى نيجي للنقطه الثانيه اللي هي الايمونوستوكوك بار فيروس سيرولوجي. ده بيقول لك ايه يا سيدي؟ بيقول لك ان في معلش كنت نسيت حوار الاوكسيسيل هيموليزيس، معلش نعيده تاني. بس ان اما الار بي سيز اما يكون حد بيشنت انفكتد بالانشتاين بار فيروس، الار بي سيز بتاعته لو حطيناها مع الار بي سيز بتاعت الطور هيحصل هيموليسيس، عشان كده اتسميت اوكسيل هيموليسيس تيست، وهي من اسمها اساسا باينه يعني. فهنخش بقى نتكلم عن الانشتاين بار سبيسيفيك سيرولوجي. بيقول لك اما الديزيز يكون اكيوت، هنلاقي ارتفاع لفتره في الاي جي ام، بعد كده تتبدل بالاي جي، وده يعني بتفضل موجوده طول العمر. بعد كده في حد بقى الانتي بودي اللي طلع للانتيجين ده هيفضل موجود طول العمر برضه. بعد كام اسبوع بقى الابنشتاين بار نيكرو انتيجين ده بيفضل موجود طول العمر. بعد كده بنتكلم عن ايه؟ عن الفيروس ايسوليشن. انا بفهمكم كده سريعا وبعد كده هنقرا السلايدز مع بعض عشان لو في حد وقع منه حاجه. يعني الفيروس ايسوليشن ده بيتم ازاي؟ عن طريق الثروت ووش، مسح زي مسحه كده، وبعد كده بنزرعه فين؟ في البلات ليمفوسايت. ونيجي بقى لاخر نقطه اللي هي الدي ان ايه هايبرديزيشن، ودي الموست سبيسيفيك ميثود. دي ممكن تيجي ام سي كيو يا جماعه عشان كده عاملها بالاحمر اهي. الدي ان ايه هايبرديزيشن موست سبيسيفيك ميثود ان ديتكشن اوف ايبنشتاين بار فيروس. دي بنديتكت ايه؟ بنديتكت الايبنشتاين بار فيروس في الليمفوسايتس اوف بيشن. نعيد بقى السلايد دي مع بعض كده بسرعه. قلنا ديتكشن اوف في الانتي بودي هو عن طريق ثلاث حاجات: البول بانل تيست ده ليس سبيسيفيك، والمور سبيسيفيك عنه اللي هو الاميون ادهيرنس ميجلوتينيشن تيست والاكسل هيموليسيس تيست. وقلنا الابنشتاين بار فيروس سبيسيفيك سيرولوجي ايرلي ان اكيوت ديزيز ترانزينت رايز في الاي جي ام، ارتفاع لمده بسيطه في الاي جي ام، بعد كده هي ريبليسد باي ايه؟ الاي جي جي ويتش بريزست فور لايف. ده بيفضل موجود بقى الاي جي جي دوت بيفضل موجود طول العمر. بعد كده حب لو سلايت ليتر انتي بودي تو انجين ديفلوب اند بريزست فور لايف، انتي بودي معين كده للانتيجين ده اللي هو بتاع الابنشتاين بار فيروس بيفضل موجود طول العمر. بعد كده several weeks after acute infection ابنشتاين بار نيوكل انجين بريزست فور لايف، بيقول لك ان ابنشتاين بار نيوكل انجين دوت بيفضل موجود طول العمر برضه. بعد كده نيجي للفيروس ايسوليشن، الابنشتاين بار فيروس ايسوليشن فروم ثروت ووشنج بين كلتشر اون بلاد ليمفوسايتس. بناخد مسحه كده من الزور ونزرعها في ايه؟ في ليمفوسايتس بتاع في بلاد ليمفوسايتس. وقلنا ونيجي بقى لاخر نقطه خالص في السلايد اللي هي الدي ان ايه هايبريديزيشن detection of in of ابنشتاين بار فيروس in lymphocytes in patient و ID دي most specific method. قلت ان دي most ايه؟ most sensitive method، تمام؟ نيجي بقى اخر سلايد معانا في المحاضرة اللي هي البارفو فيروس. وحاجة بسيطة خالص يعني، البارفو فيروس ده small non envelope single stranded DNA virus with icosahedral capsid. بيقول لك ان هو صغير ومالوش انفلوب زي التاني زي الابنشتاين بار فيروس اللي كان دبل ستراندد دي ان اي وليه انفلوب، تمام؟ بيقول لك ان الاونلي فيروس باثوجينيك فور هيومن از بي 19. بيقول لك ان النوع الوحيد الباثوجينيك للانسان اللي ممكن يسبب له مرض يعني هو البي 19، تمام؟ والتارجت بتاعها ارثرويد لينج سيل. دي خلايا كده الايه الارثرويد لينج سيلز دي خلايا حمراء يعتبر يعني لسه ما تخصصتش يعني، تمام؟ نيجي بقى هو بيعمل ايه الفيروس ده اللي هو البارفو فيروس؟ بيعمل ثلاث حاجات: بيعمل الريزيما انفكتيوزم اللي هو الفيفس ديزيز وده كومن تشايلد راش سلاب تشيك ابيرنس زي صوره الطفل اللي موجوده في الجنب دي، ودي تعتبر اهم نقطه في حوار البارفو فيروس. وبيعمل ترانزينت ابلاستيك كرايز ان بيشنت والسيكل سيل ديزيز. السيكل سيل ديزيز ده نوع من انواع الانيميا
يبقى شكل كرة الدم الحمراء مش مظبوط يعني، عامل زي لو حد يعرف يعني اللي موجود في الأراضي وكده، اللي هم تقريبا اسمه الشقرف أو حاجة، بيزرعوا بالأرض اللي هو سيكل سيل ديزيز ده، بيعمل ترانزيانت ابلاستيك كرايسيس ان بيشنت with سيكل سيل ديزيز، وبيعمل فيتال ديس امبريجننت وومن، يعني الفيتوس هيتوفى يعني. الدياجنوز بقى بنعمل دياجنوز ازاي؟ بندياجنوز ديتكشن اوف فايرال دي ان ايه بالبي سي ار اللي هو الهايبريديزيشن ميثود، او ديتكشن اوف فايرال انجين او سيرولوجي. وفي نقطه معانا برضو مهمه جدا، اللي هو نو فايرال نو فايروس ايسوليشن از تيبيكال تو جرو. تمام، نعيد تاني كده البارو فيروس مع بعض. اهم نقط فيه الجنرال كاركتر اللي هو سنجل ستراندد دي ان ايه فايروس نون انفلوب، واللي هو الاوني باثوجينيك البي 19، والتارجت بتاعه الريسيرولينجن سيلز. بيعمل ايه؟ بيعمل ثلاث حاجات، بيعمل فيتال ديس في البريجننت وومن، وبيعمل ترانزيت ابلاستيك كرايزس في البيشنت with سيكل سيل ديزيز، وبيعمل اريزيما انفكتيوزم اللي هو الفيس ديزيز ده اسمها التاني، وده كومن تشايلد راش، واللي هو سلاب تشيك ابيرنس، بيبان يعني الوش الخدود بتاعته حمراء بزياده يعني. الدياجنوز بندكت ازاي؟ بالفيرال دي ان ايه اللي هو البي سي ار، وديتكشن اوف فايرال انتيجنز، والسيرولوجي. ونقطه برضو مهمه معانا، ان هو الفيروس اللي هو البرف فيروس ده ديفيكولت تو جرو. تمام كده، احنا الحمد لله خلصنا محاضرتنا، هنبقى قاعده سريعه بس كده للمحاضره. قلنا المشتان بار فيروس دوت العيله بتاعتهم، والبارو فيروس العيله بتاعتهم اسمها هربس فيروس فاميلي. دي ميزتها ان هي بتعمل ان تستجيب للانتي فايرال كيموثيرابي، لكن عيبها ان هي استبلتش ليتنت انفكشن. وعرفنا ان ايه ليتنت انفكشن، هي بتقعد في مكان كده وبعد ما الظروف تتهيأ لها بترجع تعمل عدوى تاني، يعني مش ما فيش كومبليت كيور منه يعني. بعد كده الهربس فيروس فاميلي دي متقسمه لثلاث حاجات، لالفا وبيتا وجاما. الالفا اللي هي النيوروتروبيك فيها ثلاث حاجات، هربس سيمبليك فيروس تايب 1، وهربس سيمبليك فيروس تايب 2، وفيروس لاسوتر فيروس. بيتا هربس فيروس اللي هي سيرفيك جلاند انكيوشن فيروس، دي ثلاث انواع برضو، سيتوموجال فيروس والهيومن هربس فيروس 6 والهيومن هربس فيروس 7، والجاما هربس فيروس اللي هي بتقعد في الليمف اللي موضوعنا منه الاوبنشتاين بار فيروس، وهيومن هربس فيروس. نخش بقى على الاوبنشتاين بار فيروس، عرفنا ان ثلاث اسماء تانية غير اوبنشتاين، اسمه جلاندولا فيفر وانفكشوس من النكليوزز وكيسنج ديزيز، ان هو الباثوجينيز بتاعه ترانزيت باي سلايفا، والانفكشن ستارت في الاوروفارينكس، والفيروس انفكت مين؟ ايوه البي ليمفوسايتس يا جماعه، مش التي ليمفوسايتس، البي ليمفوسايتس هي التي ليمفوسايتس هتاخده في المناعه، حتى التي ليمفوسايتس في اي ديزيز بيخش الجسم وظيفتها يعني بتصوت وتجيب ناس تصوت. تمام، هي اول استجابه مناعيه بتبقى التي ليمفوسايتس، لكن الانفكشن بيحصل فين؟ بتبقى في البي ليمفوسايتس، وباكد عليها تاني. والفيروس ريمين ليتنت في الليمفوسايت شويه. بعد كده الفيرال نيوكلير انتيجين بتاع الابنشتاين بار بيكسبريز يعني بيظهر، فايه فبيحصل له ريجكشن بالاكتيفيتي تي ليمفوسايت، وده بيخلي الشكل يتغير شويه، فبيظهر ايه بتظهر اتيبيكال تي ليمفوسايت في البريفرال بلاد. بعد كده الكويك نوتس بقى اللي هو الانكيوبيشن بيريود بتاعته من 4 ل 20 يوم، والتريد بتاع السور ثروت والفيفر والليمف دينوبسي في اليونج ادلت، باكد تاني اليونج ادلت لو حصل معاهم ليمفوسايتوزيس ده هايلي سجستيف فور ايه اوبنشتاين بار فيروس. ونقطه مهمه جدا، حوار ان هو اسوشيتد مع تو تايبس اوف كارسينوما اللي هو بيركت ليمفوما ونيزوفارينجيال كارسينوما. الدياجنوز بقى اللي احنا طولنا فيه شويه، قلنا الدياجنوز بيحصل بقى طريقتين، يا اما هيماتولوجيكال يا اما سيرولوجي. الهيماتولوجيكال بندور فيه في البلاد، خلايا البلاد اللي حصل فيها، السيرولوجي بندور فيه على الفيروس او الفيروس انتيجين او الانتي بودي اللي طلع ضد الفيروس ده. فهنبدا بالهيماتولوجيكال، بيقول لك ان في اول كام يوم في during first days of disease there is leukemia، بيبقى في انخفاض في عدد الليمفوسايتس، بعد كده بيبقى في ليوكوسايتوزيس ان ارتفاع تاني بيوصل ل 25000. يعني قلنا ان حتى انا قلت ان جهاز المناعه بيتهبل بيخليها تعلى، ولو عملنا فيلم هيظهر ايه؟ هيظهر ليمفوسايتوز يعني زياده في عدد دم الخلايا الليمفوسايتس، وبعد كده ايه هيظهر تاني لارج اتيبيكال ليمفوسايتس ومونونيوكليوسيز عشان اللي هي جلاندولا فيفر سيلز، عشان كده تسمى ايه جلاندولا فيفر. نيجي بقى للسيرولوجي، وده برضو مهم جدا برضو، بيبقى باربع طرق. اول حاجه ديتكشن اوف هيتروفيل انتي بودي، ودوت ليه ثلاث انواع الهيتروفيل انتي بودي دوت بول بانل تيست واميون ادهيرنس هيم الجلوتينيشن تيست واوكسيسيل هيموليسيس تيست. والليز سبيسيفيك، يعني ممكن يجي لك سؤال كده
which of the following is heterophil antibody least specific method، ويجيب لك مثلا بولمونال تيست ولا اميون اميون ادهيرنس ميجنيشن تيست ولا اوكسيل تيست. لا هو بولمونال تيست. تمام. نيجي لتاني نقطة في الديتكشن بتاعه، الابنشتاين سبيسيفيك سيرولوجي، اللي هو في الاكيوت، في اول لما الاكيوت ديزيز بيحصل ترانزينت رايز ان اي جي ام. الاي جي ام بيزداد زيادة بسيطة كده، وبعد كده ريبليسد باي ايه، باي اي جي جي، والاي جي ده بيفضل طول العمر. وبعد كده بحبه لو سلايت ليتر الانتيبودي تو انجين ديفولب اند بريست فور لايف، الانتيبودي بتاع الانجين دوت بيفضل موجود طول العمر. بعد كده بعد حب بعد كام اسبوع كده من الاكيوت انفكشن، البنشتاين بار نيوكل انجين بيفضل موجود ايه على طول يعني. بعد كده تالت طريقه اللي هو الفيروس ايسوليشن، البنشتاين بار فيروس ايسوليتد فروم ايه، فروم الثروت ووشن وكالتشر فين، في البلاد ليمفوسايت. نيجي بقى للي هي الموست سبيسيفيك سنسيتيف او سبيسيفيك ميثود، ودي مهمه بقى اكد عليها تاني، اللي هو دي ان ايه هايبريدايزيشن، دي بنديكت البنشتاين بار فيروس في ايه، في الليمفوسايتس بتاعت البيشن. كده نيجي لاخر سلايد اللي هو البارو فيروس، اللي هو قلنا عليه سمول دي ان اي نون انفلوب، سمول سنجل ستراندد نون انفلوب فيروس، والاونلي باثوجينيك منه اللي هو بي 19، والتارجت بتاعه الاستوديو لينج سيلز. وقلنا هو بيعمل ايه، بيعمل ثلاث حاجات، ريزيما انفكتيوزم اللي هو فيبس ديزيز، وده كومن تشايلد راش سلاب تشيك ابيرنس كان وشه كده مضروب بالقلم، وترانزنت بلاستيك كرايزيس دي في البيشنت والسيكل سيل ديزيز، وعرفنا يعني ايه سيكل سيل ديزيز. والفيتال ديس ان بريجننت وومن، يعني لو مرأة حامل او كده الفيتس بتاعها بيتوف. الدايجنوز بقى بثلاث حاجات، ديتكشن اوف فايرال دي ان اي بالبي سي ار اللي هو هايبريدايزيشن ميثود، وديتكشن اوف فايرال انتجن، والسيرولوجي. ونقطة كمان مهمة جدا هو نو فايروس ايسوليشن عشان هو صعب يتزع. بس يعتبر الحمد لله خلصنا محاضرتنا كده يعني، يا رب تكونوا استفدتوا، وان شاء الله نتقابل في اي محاضرة تانية.